السلام عليكم ورحمة الله. الله يمسكم بالخير، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم عليه. يا أخي وزير الموارد البشرية، والله إني أحبه، والله إني أغريه يا أخي، والله عندي غير عن كل الناس. معالي الموقر طالع في تصريح قبل يومين تقريبا، يقول انخفضت نسبة العطالة السعوديين إلى 9.5%، انخفضت إلى 9.5%، وهذا رقم تاريخي لم يحقق منذ 20 عاما. أنا والله أتفق معه، النسبة هذه والله العظيم نعتبر إنجاز. وشوف الإنجاز الأكبر، طموحنا نحن نوصل نسبة 7%. حلو. طيب سؤال يا معاليك الموقر، من مواطن متواضع يحبك في الله، النسبة هذه من جبتها؟ إيش مصدرها؟ كيف طلعتها؟ إذا أنا عاطل واللي جنبي عاطل واللي جنبي عاطل واللي هناك عاطل، يعني الحي اللي فيه اللي أنا ساكن فيه في كل بيت عاطل، ما حسبته أنا، فكيف على مستوى المملكة؟ ومع ذلك مع الوزير أنا والله أني معك في شر ولا فقدة، صدق ولا يهمك. النسبة الباقية اللي 91% اللي توظفوا، وش نوع الوظائف وكم عدد الراتب فيها؟ كاشير، مؤهلة جامعي، هذه الوظائف حقتكم يعني؟ كاشير ومؤهلة جامعي وراتبه 3000، نخليها 3500 بعد التأمينات، نخليها 3650 ولا يهمك. هذه الوظائف حقتكم، كاشير سعودي مؤهلة جامعي راتبه 3000، دوام 8 ساعات لمدة 6 أيام، والمشرف اللي عنده سعودي أجنبي، يعني أقرب زلة بسيطة على السلامة على الباب، هذا إذا أخذ حقوقه كاملة. طيب يا معاليك ورب العزة والجلال، ورب العزة والجلالة، إن في جامعيين متخرجين صار لهم سنين في بيوتهم، الشعب قرب يكد على مرسوع على كيان من الطفرة. يا رجل إذا الموظفين الحكوميين رواتهم ما شاء الله ما يجي نص الشهر لهم طفارة، ما بالك بالعاطلين، وما بالك الناس اللي رواتهم متدنية. أنا مؤهلي ثانوية عامة، إذا كان الجامعي يتوظف كاشير وهذا راتبه، أجل اللي مع ثانوي ويش توظف؟ حارس أمن وتخب عليه؟ والله حتى حارس أمن ما عيناه، والله ما عيناه، أتكلم معك بكل صراحة، ما عليه. أنا مواطن أتمنى من معاليك أنك تتحملني برحابة صدر، معلش